الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله والملك لله والعظمة والكبرياء لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه
وكما ينبغي له وكما هو له أهل لا ينقطع ولا ينفد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقام الثاني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله والملك لله والعظمة والكبرياء لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه وكما ينبغي له وكما هو له أهل لا ينقطع ولا ينفد من أزل الأزل إلى أبد الأبد
وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن، خالق الإنسان، عالم السر والإعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين والمسلمات في صوم شهر رمضان، وأعنا اللهم فيه وفي غيره بالصبر على الصلاة والصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والقبول والرضوان، وأسكننا اللهم على فراديس الجنان، وزوجنا فيها بإمائك الحور العين الحسان، وآتنا فيها من كل فاكهة زوجين، في دارك دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالحات أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، وأسكننا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، وارزقنا به من النار براءة وعتقا، واجعله شفيعا لنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولوالد والدينا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من روضات الجنات، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل على قبورنا وقبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعل ملائكتك يدخلون علينا من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. اللهم انقلنا من مواضع الدود وضيق اللحود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر منا الأنين وبكى علينا الحبيب وآيس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس قبرنا، فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر وتنشر الدواوين ويقوم الناس لله رب العالمين. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من عنده خزائن كل شيء، يا غفار يا رحمن يا وهاب يا كريم، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سخاء رخاء، طبقا غدقا نافعا غير ضار،
تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في بلادنا عمان، وبارك في كل بلدان المسلمين. اللهم ادفع عنا كل غلاء ووباء، وادفع عنا كل شر وفتنة يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على بلادنا عمان من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في زروعنا وثمارنا وخيراتنا واقتصادنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وخلص على أيديهم المسجد الأقصى من قبضة اليهود الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.